دكتور عبد الرحمن، يعني عنصر في الجهاز مؤثر وبتوزن الاكل على الميزان وكل واحد اكله يعني بالميزان زي ما بيقولوا بالشعره. ما شاء الله على المجهود اللي بتعمله مع الفريق. هو ده النادي الاهلي، النادي الاهلي بيواكب كل التطور اللي بيحصل في العالم، والاهلي بيعمل الكلام ده دلوقتي. الاول مبروك، الف 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 مبروك. يمكن انا بالنسبه لي بقول لك ده اول بطوله اللي هي اول دوري في النادي الاهلي. يمكن الشباب ما شاء الله بقى هنا الموضوع بالنسبه لهم تقليدي جدا، الله اكبر عليهم البطولات. احنا يا رب مكملين، الناس كلها مركزه على موضوع ماتش افريقيا ان شاء الله، ده اهم حاجه عندنا الفتره الجايه. خلصنا مرحله الدوري خلاص، اللي جاي اهم حاجه عندنا التزام لعبتنا في البرامج بتاعتنا في التغذيه، الشباب اللي بتتاهل، الكلام ده كله. مش عايز اقول لك خلص النهارده تماما، بكره كل شغلنا جديد ان شاء الله. احنا مركزين قوي 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 فوق المدرسه، تخيل بنطمن الناس عندنا، احنا المنظومه مستمره. انت زي ما قلت احنا هدفنا ان احنا نوصل بلعبتنا اعلى مستوى ان شاء الله. احنا بنكمش مستوى، احنا على لعب محلي احلى مستوى ان شاء الله، لعيبه محترفه. احنا هننافس ان شاء الله في اعلى صعيده زي ما انت شايف. الشباب فرحانه. خبر حلو ان لعيبه النادي الاهلي جابت ميزان في البيت، الكلام ده صح فعلا؟ لا ده من زمان، ده من زمان. احنا كمان ميزان في البيت يوزنوا الاكل كمان. انت كل لعيب يا شريف ليه البروجرام بتاعه اللي عنده، اللي هو بينفذه حتى لو مش في الفريق معايا، لو بره المعسكر، لو بره تمرين، في اكل بيتعمل له في البيت بيتبعت له هو، اذا كان بيعمله من بره او بيتعمل له بتنفذ له بالجرامات. زي ما انت قلت في موازين في اللعيبه النهارده كلها في مطابخها، بطريقه ازاي تعمل الاكل بالمطلوب لجسمك ايه، عشان هو فاهم ايه اللي بيتم معاه ان شاء الله في منظومته مع النادي الاهلي. مليون مبروك.